بسم الله، أنا بدي نوضح بس الشغلات المهمة واللي تحتاج تركيز بالمحاضرة الثالثة اللي تحكي عن الستيروكيميكال ديفينيشنز. تمام، أول شيء لازم نعرف شنو الإنانشيومرز، وشرحت لكم سابقا عن الإنانشيومرز إنه هي مكونات عندها قابلية to rotate the plane of polarized light، إنه تدور بمقطع الضوء المستقطب. الإيزومرز ذات روتيت إن ذا بلان أوف بولارايزد جهة اليمين، شو نسميها؟ نسميها موجبة. هذا ما لكم علاقة بالمو، تقولوا لي سالب، هذا هي شارحة. تمام، واللي تصير مثل الأنفيتامين والديكسترو أنفيتامين، الموجب شو يصيح له؟ ديكسترو، أوكي. والسالب نصيح له ليفو. السالب اللي يكون باتجاه الليفت، أوكي، يكون سالب. زين، مرات نقول دي ونقول أل، مكان نقول موجب ونقول سالب. المكون اللي يكون الروتيشن مالته موجب يكون دي، والمكون اللي يكون الروتيشن مالته سالب يكون أل. زين، إذا واحد بموجب وبسالب بنفس المكون، شو سيحو له؟ سيحو له راسمك، تمام، أو راسميت. هذا الراسمك ميكسشر يواحد إلى واحد إنانشيومرز، بإنانشيومر موجب وإنانشيومر سالب، تمام، هيك يشيروا له موجب سالب. زين، تسمية قديمة، شلون كنا نسمي الستيروكيميكال نومنكلتشر؟ ب 1956 اجاني واحد سمى ليها تسمية جديدة، مو نفس مال ال ودي. اجاني واحد قال لي هذا اللي كان والات ال، يعني هو وجماعته، سموا لي السيكونس رول سي اي بي سيستم. قالوا لي هذا السي اي بي سيستم يشتغل على التسمية. شدي يشتغل هذا؟ دي يقول لي الهاي بريوريتي از جيفن تو ذا اتوم وذ هايست اتوميك ويت. شنو اعتمد؟ اعتمد على الاتوم اللي يكون بها اعلى عدد ذري، تمام، يعني السيكونس مالته يكون من الاعلى للادنى، تمام، from highest to the lowest. خلينا نشوف، مثلا عندي الاو 16 اعلى شيء، على حدها الاتوميك ويت مالت السي 12 والاتش 1، الاتوميك نمبر عفوا. هنا الدايركشن راح يتجه من الاعلى للادنى، تمام. اذا الدايركشن مالتي راح لليمين راح اسميه ار ابسولوت كونفيجريشن، اذا راح لليسار راح اسميه اس ابسولوت كونفيجريشن، تمام، هذا اذا كان يسار. زين، خلينا نشوف هنا، هنا الاو اعلى شيء، وين تتجه؟ باتجاه الاعلى ثم الادنى، تمام، حسب الترتيب مال اتوميك ويت. فهذا صار لليسار يعني اس، افتهمنا؟ هذا السي من هاي الجهه صايره، يعني شنو؟ يعني راح يصير باتجاه اليمين، فهذا ار ابسولوت كونفيجريشن باتجاه عقارب الساعه، تمام، كلوكوايز، وهذا كاونتر كلوكوايز عكس اتجاه عقارب الساعه. بعد ما فهمنا شنو دي وشنو اس وشنو ار وشنو دي وشنو ال، وضحت لكم بسكرين، قلت لكم الاس والار نشتغل على شنو بيها، نشتغل على كايرال واحد مو اكثر من كايرال سنتر، هذا الفرق بين الاس والار والدي والال. زين، الستيروكيمستري والبيولوجيك اكتيفيتي، شنو علاقه الستيروكيمستري بالفعاليه الحيويه؟ جاني هذا البيوتي سنه 1986 قال لي اكو فروقات بين الاكشن مالت الانانشيومر، يعني مكون بانانشيومرات اثنين، واحد بيهم هذا الاسباراجين حامض الامين نعرفه، الاسباراجين اذا كان موجب ممكن يلعبني، ما يقول لي موجب، يقول لي دي صحيح يعني موجب، يقول لي ار هم يعني موجب، فالدي او ار او موجب اسباراجين يعطيني سويت تيست. زين، واذا سالب يعني اس او ال اسباراجين يعطيني طعم بلاند ماسخ بالعاميه. زين، منو اكد لي هاي النظريه؟ جاني اسون، هذا العالم ما له علاقه باسمه، قال لي البيولوجيك اكتيفيتي تتاثر يكون بها فرق لمن الانشيومر ماتي يكون عنده سلكتيفيتي للريسبتور، يعني كل انشيومر من الانشيومرات اثنين اللي عندي عنده سلكتيفيتي تختلف تجاه الريسبتور، لذلك البيولوجيك اكتيفيتي تتغير حسب نوع الانشيومر. يقول لك واحد من الانشيومرات قادر على يكون نفسه بالترتيب الفراغي نفس الترتيب الفراغي مالت الريسبتور، نفس الريسبتور سيرفيس، فيكون ارتباط مالته اقوى ويعطيني اكتيفيتي احسن. خلينا نشوف هذا الشرح شنو يعني، يعني هذا مثلا واحد من الانشيومرات نفس ترتيب الاستراكشر اي بي سي، الانشيومر الثاني لا اقل ارتباط مالته، هنا عده دي وهنا هذا اي، فشويه يختلف، مو مثل السيرفيس او الفيس سيرفيس مالت الريسبتور، يختلف الترتيب الفراغي مالته، فهذا البايو افيلابيلتي مالته اقل، هذا البايو افيلابيلتي مالته اعلى، او الافيكاسي الى اخره. فيقول لك الانيبيلتي of other enantiomer to achieve same number of interaction، هذا الاذر enantiomer ما يقدر يسوي نفس عدد الانتراكشن
ويا الانشيومر الثاني اللي كان يسوي انتراكشن ويا الريسبتر. فهذا يقلل لي البيولوجيك اكتيفيتي، مو ما عنده بس عنده ريدوست بيولوجيك اكتيفيتي، هذا البيولوجيك اكتيفيتي مالته اعلى. زين هذه فهمناها. عندي فد differences بالبيولوجيك اكتيفيتي، منين تظهر differences مال البيولوجيك اكتيفيتي؟ من differences بقابليه الانشيومر انه يرتبط ويا البيولوجيك تارجت اللي هو الريسبتر، وهذه قلناها. زين because البيولوجيك سيستم مالتي ما يعتبر شو اسمه اسيمتريك، بس الدراج هو اسيمتريك، فواحد بس من الاشكال اسيمتريك يعني بشكل يعني شكل انشيومر اي وانشيومر بي، تمام؟ فواحد بس من ذني الاسيمتريك انشيومرز راح يجي يرتبط ويعطيني الديزايرد افكت، كل واحد راح يكون عنده شغل يختلف، تمام؟ ايتش انشيومر من ذني راح يكون عنده بنتريشن معين يختلف عن الثاني، ميتابوليزم يختلف، ابزوربشن بس او سايتوفلوز بالاديبوز تشو، الاكسكريشن مالته كله يختلفين. هذا المربعات ممكن يجيب لنا اياها، شلون يجيب لي اياها؟ يجيب لي واحد من عندهم فارغ وانا ترس، انا اعرف الدراج اول شيء راح اخذ الدراج دوز تعبر الممبرين سيلكتيفيتي يصير بها ابزوربشن، بعدين ميتابوليزم، بعدين ترتبط ويا الريسبتر حسب السبيسيفيك ريسبتر مالتها وتسوي لي كومبلكس مال دراج وريسبتر، بعدين تعطيني ديزايرد ريسبونس، بعدين يصير بها اكسكريشن. مو فد شيء صعب، ممكن يجيبها ممكن لا. زين هسه خلصنا الانانشيومر، نجي للدايستيرومرز. الدايستيرومرز شنو فرقها عن الانانشيومر؟ ان تكون نون سوبر امبوسيبل، ما تعطي صوره بالمراه، نون ميرور ايمج، تمام؟ هذه من المكونات اللي ممكن تكون ممكن توجد كدايستيرومرز، المكونات اللي يكون بها اكثر من كايرال مولكيول، هاي نقطه رقم واحد. المكونات اللي تكون بها دبل بوند، المكونات اللي يكون بها رينك سيستم، هاي تجيني كام سي كيو، تمام؟ يقول لك واحد من ذني اكسبت ثاني نقاط ما يكون دايستيرومير، تمام؟ فأنت تختار اللي ما موجود مو من ذني النقاط. إذا كايرال سنتر أكثر من واحد فيسوي لي دايستيرومير، إذا دبل بوند يسوي لي دايستيرومير، إذا بي رينج سيستم يسوي لي دايستيرومير، ما يسوي لي إنانشيومر. زين عندي الأيزومرات مع الدايستيرومير يصيرين يختلفن. بشنو يختلفن؟ يختلفن بالفيزيكو كيميكال بروبرتيز، فبالتالي راح يختلفن بشنو؟ راح يختلفن بالبيولوجيك اكتيفيتي. هذا بالنسبه للدايستيرومير، وعلمتكم شنو الفرق بين الدايستيرومير والانشيومر، انه مثلا هاي المجموعه مال اتش والاو اتش هياتها مجموعه الاتش والاو اتش ومجموعه السي اتش والاتش، اذا افترت بشكل كامل معناته هذا انشيومر. خلينا نشوف هنا مفتره بشكل كامل اتش صاير مكان الاو اتش، وكذلك هذا مفتر بشكل كامل الاتش صاير مكان الاو اتش، فمعناتها هذا انشيومر. زين الدايستيرومير مالته شلون يصير؟ خلي نروح جوا نشوف الدايستيرومير شلونه. هذا اتش هذا او اتش، هنا صايره او اتش مفتره وهنا صايره اتش، هاي صح مفتره. زين هنا اتش وناسي اتش 3، هنا باقي نفسها ما مفتره، فهذا ما يعتبر انشيومر، يعتبر دايستيرومير. زين ونفس الشيء بالنسبه للافيدرين، الدايستيرومير مالته عندنا هنا سي اتش 3 والاتش باقي نفسها ما صاير بيها دوران، فمو صورة للمرأة، يعتبر نون سوبر امبوسيبل. فرقنا بين انشيومر وبين دايستيرومير فرق كلش بسيط وواضح ممكن يجيبه. هسه عندي الريستريكتد بوند روتيشن، يقول لك هسه اذا دبل بوند شو اسميها او وين توجد الدبل بوند جماعة الدايستيرومير؟ اجدها بالالكينات او بالالفينات، الالفينات هو اسم ثاني للالكينات. زين هذا السيستم نفسه موجود بالإيماينز، الإيماينز هم بيها دبل بوند صح ولا لا؟ فأيضا ممكن تعطيني ستيريو آيزومرز. زين شو اسمها هاي الستيريو آيزومرز اللي تظهر لي من الدبل بوند؟ يسموها جيومتريك آيزومرز. سابقا كانوا يصنفوها كدايستيرومرز، بس حاليا شو يصنفوها كجيومتريك آيزومرز جماعة الدبل بوند. هذه النقطة خلصنا منها. زين يقول لك in this situation substituents can be oriented from the same side of the opposite side. هسه حسب الاورينتيشن مالته راح احدده بالدبل بوند، هل هو سيس لو هو ترانس، تمام؟ هذا السي اي بي سيكونس رول هو اللي حدد لي سيس لو ترانس. زين شلون اعرف سيس لو ترانس؟ خلينا نشوف. اذا الاتش ار 2 بنفس الجهه الاورينتيشن مالتهن هيش ترتيبهن والسيات بنفس الجهه، هذا سيس يسموه زيت مرات، تمام؟ هذا سيس او زيت. زين اذا مو بنفس الجهه مختلفات مره اتش ومره سي اتش، هذا يسموه ترانس او يسموه اي. زين خلي بها بهاي الحلقه شو تدوخ، شلون اعرف السيس ان الترانس؟ اذا الحلقات اثنيناتهن فوق، تمام؟ ماكو شيء يفصل بيناتهن،
فهذا سيس اللي هو الزيت. اذا لا اكو فاصله بيناتهم، اكو حلقه هاي بعد ما كانت فوق هاي الحلقه نزلت جوا صارت هنا، فهذا ترانس، كان فوق صار جوا، ففرقنا انه هذا السيس وهذا الترانس. بالنسبه للمكون الحلقه اللي معطيني اياه شنو اللي اعتمدت عليه؟ السي اي بي سيكونس رول. تمام زين، هسه خلصنا السيس والترانس. الكونفورميشنال ايزوريزم هذه جابها بالمدي. الكونفورميشنال ايزوريزم وين تصير؟ تصير دائما بالسنجل بوند. تمام، تصير خلال عمليه دوران واحده او اكثر من الاواصر المفرده. زين، هذه الاواصر ايش تنطيني؟ تعطيني نون ايدنتيكال سباشر ارينجمنت، الترتيب الفراغي مالتها يكون غير متماثل. تمام، بالاتومز والموليكيولز اللي راح تفتر بيها. زين، This type of isomerism does not require much energy. ما تتطلب هواي طاقة، لأن ما عندي double bond أكسرها، هي بس أصرة مفردة تفتر. تمام؟ ف does not require much energy لأنه ماكو bonds are broken. يجيبها تعليل، يجيبها يعني MCQ على شكل تعليل وكذا، نقدر نختار إنه ماكو bonds are broken. لذلك ما تتطلب much energy. هذا من هو conformational isomerism. زين. الconversion of the enantiomer to another، يعني بتحويل enantiomer إلى ثاني أو diastereomer إلى ثاني، البونز راح يصير بيها كسر. هذا دحكي على التحويل. تمام، إذا عندي أواصر أقدر أكسرها، هذا إيش راح يصير؟ هذا يختلف هنا، راح يصير عندي significantly more energy. من تصير عملية كسر أواصر، يعني مو مثل الدوران اللي أنا يعني بس كنت بالconformational كان عندي مجرد rotation. تمام، بالconformational اللي هو المفردة فما عندي أواصر أكسرها، بس بالتحويل مو بالروتيشن، بالكونفيرجن مال إنشيومر إلى ثاني أو دايستيرومير إلى ثاني راح أكسر أواصر، يعني راح أتطلب significantly more energy، طاقة كبيرة. هسه فرقنا، أعطيني مثال على الكونفورميشنال أو الأواصر المفردة اللي تفتر. أقول لك مثل النيورو ترانسميتر الأستيلكولين، شو يصير بيه؟ يصير بيه conformational isomerism. هو الستركتشر مو كلش واضح بس راح احاول اوضحه. انا عندي هاي الكربونايه البيتا وهاي الكربونايه الالفا. الكربونايه الاصره اللي هذه قبل البيتا والاصره اللي بعد الالفا راح يصير بهن روتيشن، راح يصير بهن دوران. يا اصره اللي قبل البيتا والاصره اللي بعد الالفا ايش راح يصير بهن؟ يصير بهن روتيشن. زين، واذا صار بهن روتيشن ايش راح يصير؟ يقول لك الروتيشن مال السي الفا والسي بيتا بوند يعطيني greatest spatial arrangement، اكبر ترتيب فراغي للذرات. تمام، اذا اقارنه ويا شو اسمه another rotation by another bond، يعني اذا اسوي rotation الاواصر ثانيه غير هاي الاواصر مال السي الفا والسي بيتا ما راح يعطيني نفس spatial arrangement. اقصى spatial arrangement هو يكون من احرك الاواصر مع سي الفا وسي بيتا اسوي به الارانجمنت، ممكن تجي كترو فولز هاي الجريت سباشيال الارانجمنت. تمام، هسه شويه نركز بهذا الموضوع مالت الاستايل كولين. الاستايل كولين يتكون من شغلتين اللي هي الاستر. الاستر شنو المجموعه الوظيفيه مالته؟ هياته الاستر. عرفنا شنو استر. زين، بعد ايش عندي؟ عندي ال تراي مثل امونيوم. شنو تراي مثل امونيوم؟ يعني ان مرتبط ب 3 سي. هذا ان هو واضح كلش بس يعني نحاول نركز عليه اذا عندنا ملزمه. تراي مثل امونيوم. زين، هسه عرفنا استر وتراي مثل امونيوم موجودات. اذا كانن زاويه بيناتهن 180 درجه، وين هالزاويه 180 درجه؟ يعني هذا فوق الاستر ماتي. تمام، والان تراي مثل امونيوم صار جوه. اوكي، يعني الزاويه 180 بهاي الحاله. شو اسمي انتي او ستاجرد كونفور او كونفيجريشن. تمام، هذا الانتي او ستاجرد كونفورميشن شبي هذا بي ماكسيمم، يحتاج ماكسيمم سيبريشن اوف ذا فانكشنال جروب. من الصعب جدا انه افصل هاي الفانكشنال جروب مالتي، لان مو وحده قريبه على الثانيه، ما اقدر استعمل هاي القوانين مال هاندرسون وكذا واجي افصلهن، وحده بعيده عن الثانيه، فاحتاج ماكسيمم سيبريشن للجروبز. تمام، فيعتبر كلش مستقر ويتطلب طاقه كلش عاليه حتى اسوي له سيبريشن. لذلك قال لك هو الموست ستيبل
configuration مال energy. من يجيب لك most stable أكثر واحد مستقر مباشرة وين تروح؟ تروح على شكل 180 ممكن يجيب لنا إياه ذن الأشكال كلها بالـ MCQ. تختار أنت هذا الشكل إذا أراد منك الموست ستيبل. أوكي؟ اللي عندي أشكال ثانية هم ستيبل بس مو مثل هذا الموست، يعني مور ستيبل. من هم المور ستيبل؟ أيضا ستيبل بس طبعا 180 أقوى من عندهم. المور ستيبل ستيريك انتراكشن إذا كان عندي مثل الهيدروجين بونز يكون السي ألفا والسي بيتا الزاوية بيناتهم 120 إلى 240. شو أسميهن بحالة 120-240؟ أسميهن جوتش أو سكيو كونفورميشنز. خلي أشوف جوتش وسكيو وين صايرات بالرسم حتى أفتهم أكثر. ذولي جوتش وسكيو، هذا سكيو وهذا جوتش، هذا نشبيهن. أما بيناتهم 120 الزاوية، أما الزاوية بيناتهم 360. أوكي، هذا الفرق بين جوتش وبين سكيو، هذا اني يكون مور ستيبل. خاف يجيب لي اياهم بالام سي كيو كذا افرق بين جماعه جوتش وسكيو وجماعه الانتي، فشغله سهله. ثاني كليتن طبعا كونفيجريشن مالت الاستيل كولي. نجي للناتشرال برودكت سكرينينج، يعني الفحص والكذا مال ناتشرال برودكت. يقول لك بالقرن التاسع عشر بالبدايه كنا نستخلص الادويه مالتنا من ناتشرال برودكتس بس، تمام؟ بعدين اشتقيناها من بلانت سورسز، يعني الساليسيليك اسيد مثلا منين جبناه؟ جبناه من اللحاء مال ويلو بارك. نيتيف امريكان شو استعملوه؟ استعملوه كانتي انفلاماتوري اليمنتس. زين، بعدين سوينا اوبتمايزيشن لهذا الليد مال هذا المكون. الليد هو اللي يعدل عليه وسوي دراج مثل ما اتفقنا الملزمه الثانيه. ورا ما سوينا اوبتمايزيشن فعلناه ويا سوينا له استيليشن، صار اسمه ساليسيليك اسيد اللي هو صار الاسبرين، صار استايل ساليسيليك اسيد، تمام؟ فهذا الاستايل ساليسيليك اسيد مالتي الاسبرين كان الاول نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ايجنت، اول واحد بالانسيدز. زين، الساوث امريكان ايضا استخرجوا فد مكون ثاني من السنكونه، اخذوا البارك مالته، تمام؟ استعملوه للشنو؟ استعملوه للتشيل والفيفر. السنكونه هاي تحفظ كل واحد شنو استعماله؟ للتشيل والفيفر السنكونة. زين، عندي الكوينين شنو استعماله؟ للملاريا. الكوينيدين استعماله للأرذمياز. أيضا ذني استخلصناهن بأوروبا مع العلاقة وين؟ الكوينين استعملوه للملاريا والكوينيدين استعملوه للأرذمياز. هذا ما لكم علاقة بهالحكي كلاوات. زين، نجي للدراج ديسكفري فيا راندوم سكرينينج أوف سينثيتيك أورجانيك كومباوندز، يعني الفحص شامل حتى اكتشف علاج. راندوم سكرينينج اول شيء قال لي شنو نختبرها شلون؟ فارماسيوتيكال اسايز، اختبارات وفحوصات صيدلانيه اطبقها على الادويه، تمام؟ حتى اشوف هل هذا ينفع دراج لو ما ينفع اطبقها على المكونات. راندوم سكرينينج ابروتش صار بهاي السنوات حتى يعطيني شنو سووه على مود بحوث يوفروا لي فد دراجات او ايجنتات تشتغل ضد الكانسر. قاموا يفحصون المكونات شوفون منو انتي كانسر. فاول راندوم سكرينينج ليش صار؟ على مود انتي كانسر ايجنت يقون. زين، بعدين ايش عندنا؟ بعدين عندنا سم جروبز didn't limit the assay. يقول لك بعض مجاميع العلماء ما اشتغلوا بس حتى يسوون identify biologic activity مال compound، لا، so compound wide variety of assays، سووا اختبارات كلش هواي على الكومباوند حتى مثلا يقيسون solubility مالته، يقيسون potency وهاي الشغلات، يعني اختبارات كلش هواي سووا عليه مو بس على مود البيولوجيك اكتيفيتي. هذا كله يعني حكي زايد ممكن يجيبه ترو فولس. هذا اللارج سكيل يعني بمعلومه اللارج سكيل شبي يشتغلون على الليد خلال شلون هاي throughput screening، يعني screening كلش عالي يتضمن آلاف المكونات احطهن بمئات الآلاف من الاختبارات. زين، هذا مو راح يطول، انا عندي المساعدة مالتي. هذا اللارج screening شلون راح يكون possible؟ يكون ممكن انه استعمل الكمبيوتر controlled robotic system، انظمة بالكمبيوتر وبرامج تساعدني، تمام؟ واستعمل كومبينيتوري او الكومبينيتورال كيمستري اللي ها راح ناخذها بالخامسه. هاي كومبينيتوري كيمستري يعني معناتها شلون دا اصنع كميه كبيره من علاج من كميه قليله مليغرام كوانتيتيز، تمام؟ هاي راح ناخذها بشكل مفصل بالخامسه. زين،